في الوقت الحالي احنا عدد السكان زاد يعني 100 مليون صح؟ احنا 100 مليون يعني نقول مثلا ممكن يكون في يعني اصل بالمراحل المختلفه منه بالناس اللي مش بالمرحله الاخيره يعني بالثلاث مراحل باللي هم متوقعين يعني حاجه مثلا بتاع 3% حاجه كده. 3% على السكان عندهم زهايمر. طب واللي عندهم احتماليه يبقى عندهم زهايمر ممكن يكون 3 مليون تانيين. 3 مليون تانيين معرضين فدول اللي احنا عايزين نركز عليهم. بس هم دول اللي بينصح يعملوا فحوصات للمغناطيس. ده برضه بالاحداث السياسيه يعني. لا ما دخلناش في السياسه. مش قصدي والله. لا والله يعني اي توتر في حياه الانسان زيادات في الاسعار الحاجات دي لا بس دي مش يعني السبب. يعني مش سبب يعني مادي له مثلا 0.5% واخد بالك ازاي؟ لان هو مش ممكن ده ممكن يعمل حاجات تانية يعمل حاجات نفسيه بقى اكتئاب مش عارف ابتعاد حاجات كده. لكن الزهايمر ده الدوله بتصنفه بتوديه فين؟ بتوديه امراض نفسيه غالبا بيودوهم بقى دور الرعايه معينه حاجات كده او الاهل بيبقوا صعبان عليهم فيقعدوا يقعدوا حد معاه بقى يقعد يرعاه كده عشان احنا برضه الشعوب الشرقيه بنبقى يعني حنينين شويه على الناس الكبار عندنا. طب كيفيه الوقايه من المرض؟ انك انت تعمل الفحوصات اللي هي اللازمه دي لو الدكتور اشار بيها بالذات لو انت عندك حد في العيله اصيب بالزهايمر ده لازم وانك انت تعيش هيلثي لايف ستايل والمرض هيلثي لايف ستايل هيلثي لايف ستايل دي هتفيدك في الالزهايمر وفي غيره تمنع عنك الضغط والسكر ومش عارف ايه والكبد اللي عمله عبد الامام ده كان حقيقي؟